وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض حلقات الكريسماس، وهنعمل كرات التزيين اللي بتتحط على شجره الكريسماس، ويا رب الوصفه تعجبكم وتجربوها. عندنا المقادير بالنسبه لكريمه الشوكولاته، عندنا 1 كوب كريمه، 1 كوب لبن، 6 صفار بيض، 375 جرام شوكولاته بيضه، 4 معالق صغيره جيلاتين بودره، 50 جرام سكر وشوكولاته بيضه اضافه زياده يعني لو احتاجنا. وبالنسبه للجليز عندنا 2 معلقه كبيره جيلاتين بودره، 1 كوب سكر، 2 كوب جلوكوز، نص كوب ميه، نص كوب حليب مكثف محلى، 200 جرام شوكولاته بيضة تكون مكسرة صغير. وبعد كده عندنا الألوان اللي نحبها علشان نلون بيها الجليز، وسبرينكلز زي ما نحتاج علشان نزين بيها كرات التزيين. نبتدي بكريمة الشوكولاتة. هنحط اللبن والكريمة على النار، الجيلاتين هحط عليه شوية مية، وأحط شوية مية على الجيلاتين اللي هستعمله برضو في الجليز. وأقلبهم هما الاثنين. وفي بول لحد الكريمة واللبن ما يغلوا هضرب مع بعض السكر والصفار. هنطبخه زي الكريمون جلاس لحد ما درجة الحرارة بتاعته تبقى 85 درجة مئوية. وفي بول نظيف هحط الشوكولاتة وكمان احط الجيلاتين. اوكي، الكريمة بتغلي، هحط نصها على الصفار والسكر، نقلبهم ونرجعهم تاني على النار، وهنطبخهم لحد درجة حرارة 85 درجة مئوية. مش هنخليه يغلي، قبل ما يغلي هنطلعه ونحطه فوق الشوكولاتة والجيلاتين. ونسيبهم على جنب لحد ما يبتدوا يدوبوا، ويبقى أسهل إن احنا نقلبهم كلهم مع بعض. هنا في البول ده هحط شوكولاتة، وهحط الحليب المكثف المحلى، وهحط معاهم الجيلاتين. وفي طاسة على النار هحط المية والسكر
والجلوكوز. وهغلي المية والسكر والجلوكوز لحد ما يوصلوا لدرجة حرارة 103، ممكن لحد 105 بس مش أكتر من كده. لما السكر والجلوكوز يدوبوا ويبتدوا يغلوا هشوف بالميزان وصلوا لدرجة كام، ونخليهم على النار لحد ما يوصلوا ل 103 أو 5 بالكتير. ابتدوا يغلوا، اجيب ميزان الحراره ولما نقيس بالميزان ما نخليش الميزان يلمس قاع الحله، لان كده هيبقى بيقيس درجه حراره الستينلس ستيل او الحله ايا كان نوعها، مش درجه حراره السكر. وأول ما يوصل 103 أو 105 أوكي كده 103.5، نحطه فوق الشوكولاتة والحليب المكثف المحلى والجيلاتين. ندوبهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى ما فيهوش اي حاجه مش دايبه، ونقدر نستعمل الهاند بلندر علشان ننعمه خالص. ونفس الحكايه لكريمه الشوكولاته اللي عندنا، ندوب فيها الشوكولاتة والجيلاتين مع الكريم انجليز اللي حضرناه. بالنسبة للجليز يفضل ان احنا نسيبه 24 ساعة علشان يدي لمعة اكتر من اللمعة اللي هيديها لو احنا استعملناه كده دلوقتي على طول. وطبعا قبل ما نستعمله لازم نتأكد ان درجة الحرارة مش اكتر من يعني 37-35 علشان ما يسيحش كريمة الشوكولاتة اللي هنحطها في الفريزر. نجيب مولد يكون على شكل نص دايرة ونبتدي نملاه بالكريمة الشوكولاتة، وبعد كده هندخلها الفريزر لحد ما تتجمد تماما، وبعدين هنلزق كل نص في التاني بحيث ان احنا نعمل كرة من كريمة الشوكولاتة.
يعني احنا كده عملنا 12 واحدة، لما هنلزق كل نصين في بعض هيبقى عندنا 6 كرات في الآخر. وطبعا هندخلها الفريزر ونطلع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نزين مع بعض كرات التزيين. أهلا وسهلا بكم، ودلوقتي رجعنا إن شاء الله هنزين الكور التزيين اللي بتتعلق زي اللي بتتعلق طبعا على الشجرة، بس دول هيكونوا بيتاكلوا. نجيب الكور اللي جهزناها لما جمعنا نصين كريمة الشوكولاتة مع بعض، هنجيبها من الفريزر. ويفضل ان الكور دي تبقى في الفريزر لاخر وقت، لان لما نستعملها نحطها في الجليز لازم تكون متلجة خالص، والجليز درجة الحرارة بتاعته تقريبا، خليني برضو اقيسها عشان نبقى متأكدين ان درجة الحرارة مظبوطة. اوكي، درجة الحرارة 38. على ما نبتدي نستخدمها هتكون بقت زي ما قلنا بالكتير 37، وممكن من اول 34 نقدر نستخدمها. اوكي، هنستخدم عود من الزي بنستعمله في الشيش طاووق او whatever، وهنحطه في الجليز. هنغلف الكورة بتاعتنا بالجليز، عايزينها بس تبتدي تتماسك حاجة بسيطة. ولو في أي زيادات تنزل. بعدين هنحطها في السبرينكلز ونشكلها. بالشكل ده. وبعدين نحطها سبرينكلز من لون تاني. وبعد كده نحطها على شبكة، وممكن نحط على الوش من فوق سبرينكلز بلون ثالث. ونسيبها كده تتماسك شوية، ونكرر الحكاية في واحدة تانية. ونبتدي نزينها بألوان مختلفة تانية. الجزء اللي تحت اوكي، وناخد الجزء اللي فوق اوكي. وفوق ممكن نحط
سبرينكلز بلون ثالث. ودلوقتي نحط شوية لون أحمر على الجليز. ونقلبه، نتأكد بس ان احنا خلطنا اللون كويس. هو محتاج كمان يدخل الميكرويف ثواني بحيث ان احنا نخلي الحرارة بتاعته والملمس بتاعه احسن. ونجيب واحدة تانية من الكور. زي ما احنا شايفين بيلمع لأنه قعد 24 ساعة لحد ما استعملناه. نحاول نشيل الزيادة. ممكن نحط ده هنا. ونجيب لون تاني. وبعدين نحط من الذهبي تاني فوق الوش. اوكي. علشان نقدمها هنشيل العصاية من المكان اللي حطيناها فيه، وممكن طبعا نحط مكانها نغطي المكان اللي شلنا منه وعندنا نحط واحدة لونها أبيض برضو. ودي تبقى كرات التزيين للشجرة. يا رب تكون عجبتكم. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.